مرحبا، حلقة جديدة من برنامج أخبار صباح. اليوم الأربعاء 20 أيار، واليوم بحلقتنا إضاءة على نشاط فني بثانوية الغرباء الرسمية للبنات وإزالة الأضرار الناتجة عن تفجير أمام مسجدي التقوى والسلام. 5 جوائز ثقافية سنوية حملت اسم مدينة بيبلس. آخر إصدارات الكتب مع زميلتنا مريم الحاج، ومعرض جبل بعنوان الفنانون الرؤيويون حيث تتوحد الأساطير والأحلام حول لبنان. أما ضيوفنا لليوم الدكتور سليم أبلان اختصاصي أمراض الكلى وضغط الدم، لنحكي أكثر عن مرض ضغط الدم، وأروى رستم مديرة ريفن سمر كامب لنحكي معها أكثر عن المخيم. إنما البداية مع أحوال تأس واتصال مباشر من مصلحة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذ بسام عبد الله. أهلا، صباح النور، كيفك؟ الحمد لله. كانوا حلوين الشوبات هالويك أند؟ إيه أكيد، كان في طاقة حرارية قوية. اليوم شوي كسرت الحرارة، أو مش شوي، كتير، في 12 درجة فرق بين امبارح واليوم بالحرارة، مزبوط؟ صحيح. كيف رح بيكون تأس اليوم بالتفاصيل؟ هلا الحالة العامة انحصرت الكتل الهوائية الحارة والجافة. نعم. اليوم طقس رح يكون قليل الغيوم، نبلش نشوف انخفاض ملحوظ درجات الحرارة، بتتفاوت ما بين 9 درجات ل 12 درجة مثل ما قلتي. نعم. حيكون عندنا ارتفاع بنسبة الرطوبة، وهذا الشيء بده يؤدي شوية ضباب على المرتفعات. اوكي. الخميس كمان حيكفي انخفاض الحرارة تقريبا ما بين 4 درجات إضافية حتنزل الحرارة. ممكن نتيجة الرطوبة العالية اللي عم تترافق بهالانخفاض الحرارة تعطي شوية رزاز ليلة الخميس الجمعة. والجمعة كمان حيكون في عنا انخفاض إضافي كمان درجات الحرارة بالداخل وعلى المرتفعات. يعني كل شيء طلعت رجعت نزلت الحرارة. أيوة، كل شيء بيطلع طلوع بعدين بينزل يعني. كل طلعة قبيلها نزلة. كل طلعة قبيلها، هون نزلتين، هون عندك 3 نزلات طبعا. مزبوط. أي فمبدئيا الحرارة نحن مثل ما عم نقول لك متجهين يعني كيف فيك تستفيد من الطاقة الشمسية على استفدت من الطاقة الشمسية. كيف فيك تشغلي كل شيء عندك على الطاقة الشمسية، مشيوا على الطاقة الشمسية كل شيء. لا مش هالقد. طيب كيف من بعدها، يعني نحن عادة وقتها بكون في هالقد ارتفاع وانخفاض، من بعدها في شتاء ولا لا خلاص؟ هلا هو لانه ما في هالانسابيليتي القويه ما حيكون في عنا يعني الامطار اكيد خلص. هلا فتنا نحن باجواء الصيفيه. طيب امبارح كانت 37، امبارح كانت امبارح وصلت، لا وصلت اكثر، وصلت ل 42. طيب هيدا ليش عم بقول لك كل شيء كيف فيك تشغليه على الطاقه الشمسيه عندك امبارح؟ لانه الحرارات اللي سجلت يعني اقل حراره سجلت على المناطق الساحليه هي 40، يعني ما بين صور وبيروت وطرابلس، حتى بطرابلس وصلت ل 38 امبارح الحراره. والانخفاض اليوم، الانخفاض بينزل له شيء من 8 درجات ل 12 درجه انخفاض الحراره حيكون. اوكي، خلينا نستمر بالحديث للجمعه، اي لاي درجه بتوصل؟ هلا الجمعه تقريبا بتوصل عندنا على الساحل 26 او 25. بعدها مقبوله يعني، مش يعني في سقعه اكيد. هلا ما تغير شيء عليك انت، بس هي الطاقه الحراريه بتخف. نعم. بس ما تغير شيء بالنسبه للحرارات، بعدها حرارات يعني مقبوله. مقبوله يعني. نعم. اوكي، شكرا لك استاذ. أهم شيء الرطوبة ما ترتفع كثير، لأنه هلا شوي حتى يعني ما حسينا يعني بقوة الموجة، لأنه الرطوبة ما نعرف، لأنه الرطوبة، لأنه لو الرطوبة عالية يعني ما في كوكب فيك تعيش عليه. كنا اختنقنا. شكرا لك أستاذ وسام، أكيد بنحكيكم يوميا لناخذ تفاصيل أكثر. الله معك. صباح الخير بيارات. صباح الخير جوال لك ولكل المشاهدين. حالة الطقس امبارح والحر الشديد اللي شهده لبنان كمان كان من بإطار عناوين صحف بيروت لليوم. جولة على صحف بيروت منبلشها. البداية مع صحيفة النهار. المبادرة الرئاسية لعون تواجه الحائط المسدود تطور مهم في ملف العسكريين هذا الأسبوع. مجموعة الدعم الفراغ يقوض قدرة لبنان أمام التحديات. عون للحكومة تصرفات انقلابية وهي تفقد دستوريتها. الصورة اللي عم نشوفها حملت عنوان جبال عاصمة السياحة العربية 2016، وأعلنت المنظمة العربية للسياحة فوز مدينة جبال عاصمة للسياحة العربية لسنة 2016، والمنظمة رح توضع بالتنسيق مع وزارة السياحة اللبنانية برامج لإحياء هالسنة السياحية. بالعناوين الأخرى بصحيفة النهار، افتتاحية النهار لليوم بقلم سمير عطلة حملت عنوان أهلا بكم في بلاد المشكل. المحكمة الدولية استمعت إلى هاني حمود. المعارضة السورية تحكم قبضتها على إدلب، السيطرة على المصطومة والتقدم نحو أريحة.
واشنطن تشترط لدعم قوة الأنبار أن تكون تحت سيطرة العراق وقيادته، وختاما وضمن التربية ومدنيات الكتاب الرقمي في مدارس إدوكيشن. ننتقل إلى صحيفة السفير، هل تنفجر بين بري وعون لائحة الخلاف؟ تشريع ورئاسة وغاز وكهرباء واغتراب. طرابلس يرفع كأس لبنان بكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه، والصورة اللي عم نشوفها فإذا لفريق طرابلس يلي امبارح نيل فإذا المرتبة الأولى بكرة القدم. بالعناوين الأخرى بصحيفة السفير، النصرة تتمدد في الشمال السوري، الجيش ينسحب من المصطومة إلى أريحة. سارة تضحي من أجل أبنائها فيكافئها زوجها بعشرين رصاصة. شالوم يتولى المفاوضات عودة إلى مرحلة الحكم الذاتي. وختاما وبعيدا عن السياسة وبأخبار الفن، عن رحيل الممثل المصري حسن مصطفى، بطولة أولى للشخصية الثانية. منتابع مع صحيفة الحياة، أعلان الرياض يتمسك بدولة اتحادية ويطلب قوات حماية. خادم الحرمين رأى أن مؤتمر إنقاذ اليمن يأتي في منعطف تاريخي للمنطقة، وبحاح يرفض أي اجتماع دولي قبل تنفيذ القرار 22/16. اشتباكات عنيفة في عدن ومأرب، غارات تستهدف قصورا لصالح وتدمر مخازن صواريخ. الحشد الشعبي في الأنبار لحماية كربلاء والبغداد، الولايات المتحدة تؤكد طول أمد المعركة ضد داعش. رحيل الناظر حسن مصطفى. داعش يهاجم معقل الدروز جنوب سوريا، غرفة عمليات إدلب في قبضة المعارضة. وختاما بصحيفة الحياة، الحرس الثوري يعلن استقبال وفد من طالبان في طهران، معارضة الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان قاسم مشترك. جولتنا متابعة معكم وبصحيفة المستقبل، حمود يكشف أخطر رسالة تهديد للحريري من دمشق. هكذا كان يمكن لبشار تكسير لبنان، وهذا كان الموقف من 15/59. حوار 12 من جرود عرسال حتى حدود الرئاسة. المستقبل تندد بتهديدات نصر الله، وعون يؤيد التورط في القلمون ويدعو إلى العصيان. سقوط آخر قراع نظام الأسد في محافظة إدلب، الثوار يحررون معسكر مصطومة. الملك سلمان مع الشعب اليمني حتى استعادة موقعه الطبيعي. مصر اعتقال قيادي شيعي موالا لإيران. وبالعناوين الأخرى، السقوط المريب للرمادي بيد داعش، فساد وتواطؤ القيادات العسكرية. وختاما تدمير تدمر لو تم، حدث كوني لن يرحم. إلى صحيفة الأنوار وبأبرز العناوين، كتلة المستقبل مع الانتخابات الرئاسية قبل النيابية، وعون يؤكد موقفه المعاكس. هاني حمود يعرض للمحكمة الدولية مضايقات النظام السوري للحريري. المعارضة تعلن سيطرتها على أكبر قاعدة عسكرية في إدلب. موقفان داخل الإدارة الأمريكية حول مشاركة المتطوعين بمعركة الرمادي. رفيق خوري عنوان مقالته لليوم، طريق المقاومة والممانعة إلى الشراكة مع أمريكا. المدفعية السورية ترد على اعتداءات الحوثيين. أحكام بالسجن في الإمارات على 5 ضباط أمنيين قطريين. وختاما كتب المحلل السياسي لليوم، محمد الحوت مهندس إنقاذ الميدل إيست. ننتقل إلى صحيفة اللواء، حوار المستقبل حزب الله، مصارحة حول مخاطر التورط في جرود عرسال على الأمن وإذكاء الفتنة. الجميل في عين التين للتبرؤ من التصعيد العوني، ولمسات أخيرة على إطلاق العسكريين لدى النصرة. إطلاق مهرجانات بعلبك اليوم. حمود أمام المحكمة الدولية، لقاء الحريري مع الأسد بحضور الضباط الثلاثة كان أشبه بالمحاكمة. وبالعناوين الأخرى، إعلان الرياض لاستمرار القوة ضد التمرد وإقامة منطقة آمنة. الملك سلمان، لا نريد اليمن مرتعا للإرهاب، ومؤتمر دولي للسلام في جنيف. داعش يحكم قبضته على الرمادي، وبغداد تعد لمعركة سريعة. العبادي يسترضي العشائر، وواشنطن تدعم حشدا متعدد الطوائف. وختاما 170 قتيلا لداعش، والثوار أطلقوا معركة تحرير اللواء 39 بالغوطة. سقوط معسكر المصطومة يفتح طريق المعارضة إلى أريحة. بصحيفة البلد، العنوان العريض لليوم، حرارة الطقس إلى انحسار والرئاسة على نار فاتيكانية. إنعاش خطوط الصد عنوان الصورة اللي عم نشوفها.
وبالعناوين الأخرى بصحيفة البلد: إنقاذ اليمن يطالب بمنطقة آمنة، بسمة ولعة حفاظا على ما تبقى من أخضر لبنان، وختاما مهاجرون ما بين الفردوس الأوروبي ومقبرة البحر. بترجمة لعناوين صحيفة ديلي ستار لليوم: الثوار يسيطرون على قاعدة أساسية للنظام شمال محافظة إدلب، معركة القلمون ترخي بظلالها على حوار حزب الله والمستقبل، وختاما بري: المحادثات حول ملف الرهائن ستأتي بثمارها هذا الأسبوع. أما بلوريون الجور وبترجمة لعناوينها: رفيق الحريري كان ضمنا مع الـ 1559. الأزياء اللبنانية ملكت السجادة الحمراء في كان، حتى حلفاء عون لا يؤمنون بمبادرته. وبالعناوين الأخرى: تقدمت بشكوى ضده فأرداها ب17 رصاصة كلاشنيكوف، وختاما عن تطور الوضع السياسي في مصر. عفوا، جولتنا متابعة معكم. وبصحيفة الشرق: المستقبل نرفض كلام ولايتي ونصر الله يؤجج الصراعات، مؤتمر الرياض يدعو لمصالحة سياسية وتجريد الحوثيين من السلاح. خلية الأزمة متفائلة بمصير العسكريين. وبعيدا عن الأخبار السياسية، وكمان إذا فينا ننزل بصحيفة الشرق بالصفحة الأولى تنشوف صورة بتقارن الحرارة اللي شهدتها امبارح بيروت مقارنة بدبي. الحرارة في لبنان 40 درجة وفي دبي 33. بالعناوين الأخرى: سقوط المصطومة بيد المعارضة، جريمة مروعة في دوحة عرمون، هاني حمود في المحكمة الدولية، لقاء الحريري الأسد يشبه المحاكمة، وختاما الإشغال غير القانوني للأملاك البحرية محصور بمخالفات ما قبل 1994. إلى صحيفة الشرق الأوسط: الملك سلمان، المؤتمر انعقد في مرحلة تاريخية حاسمة، إدراج الوثيقة ضمن مرجعيات الأمم المتحدة، المتمردون ينقلون مركز قيادتهم من صعدة إلى ذمار، وثيقة الرياض تؤسس لعودة الحكومة الشرعية إلى اليمن بحماية عربية، جنبلاط والجميل وفرنجية يرتبون أحزابهم بالتوريث، جيل جديد من عائلات لبنان السياسية يستعد للزعامة. كيلومترات، 5 كيلومترات تفصل داعش عن قاعدة الحبانية، وواشنطن تدعم قوة متعددة الطوائف، البغدادي يستنفر قيادات الحشد الشعبي بتهديده بغداد وكربلاء. ومنتابع مع صحيفة الأخبار: سوريا، الجيش يتراجع في المصطومة وخطر على أريحة، وختاما وعلي الزين قتل زوجته ب17 رصاصة. جولتنا بنختمها مع صحيفة الجمهورية وعنوانها العريض: مجموعة الدعم لالتزام الدستور والطائف، اكتمال النموذج الإيراني في إدارة حروب المنطقة، الخطة باء لجبهة النصرة، كمين عرسال، وختاما بيصل مع صحيفة الجمهورية لليوم ملحق تكنولوجيا. هيك بنكون وصلنا على ختام جولتنا على الصحف لليوم. نتوقف هلا مع فاصل إعلاني، ومن بعده جولة على أبرز المواعيد الثقافية والفنية. نتابع مع أخبارنا الثقافية والفنية. بتنظيم من السفارة الكورية بلبنان وبالتعاون مع الجامعة اللبنانية رح يقام مهرجان الأفلام الكورية على مدى يومين، اليوم وبكرة. اليوم الأربعاء الفيلم بعنوان No Breathing، وبكرة الخميس 21 الشهر فيلم كوميدي بعنوان Steal My Heart. عروض الأفلام بتبلش الساعة 6 بعد الظهر بسالة المؤتمرات بالجامعة اللبنانية بالحدث، والدخول مجاني. انطلق مهرجان إيبيرو أمريكا من الأسبوع الماضي وبيستمر لعشر أيام بطرابلس. هالأسبوع ب 21 الشهر أنتوا على موعد مع طهات إسبان رح بيدربوا سيدات على الطبخ الإسباني، بالإضافة لعروض سينمائية ورقص سامبا. ب 22 أيار ورشات رقص لفلامينكو وحفل موسيقي لعازف البيانو كارلوس سيبرو من الأورغواي. أما ب 23 الشهر حفل ختامي بعرض موسيقي للمغني يانيزا، وهالنشاط عم بيصير بمركز الصفدي بطرابلس. من المواعيد الموسيقية: أمسية فنية مع عازفة البيانو تاتيانا بريماك خوري يلي رح تعزف خلالها لتشايكوفسكي وشوبان، الموعد معها ب 23 أيار الساعة 7 المساء بأوديتوريوم الحريري جامعة البلماند بالكورة.
منتابع مع أكاديمية فهد العبدالله للثقافة والفنون يلي بتدعي لحضور مهرجانها السنوي، والسنة بيحمل عنوان الرقص جمال وحياة، رح يتضمن أنماط مختلفة من الموسيقى بالإضافة للوحات راقصة منوعة نهار الخميس 28 أيار 6 بعد الظهر على مسرح قصر اليونسكو ببيروت. بمناسبة عيد القديسة ريتا العجائبية بتدعي رعية سن الفيل المارونية وكنيسة القديسة ريتا إلى ريسيتال مع جوقة شبيبة مارلياس انطلياس بالاشتراك مع الأوركسترا الهارمونية التابعة لموسيقى قوى الأمن الداخلي بقيادة المقدم زياد مراد اليوم 24 شهر الساعة 8 المساء بقاعة كنيسة القديسة ريتا بسن الفيل. رغم الظروف الأمنية الصعبة لجنة مهرجانات بعلبك رح تتحدى المواقف وبتدعي إلى حضور المؤتمر الصحفي اللي رح بيتم من خلاله إطلاق برنامج المهرجان لصيف 2015. إذا اليوم الموعد 20 الشهر الساعة 11 قبل الظهر بوزارة السياحة بالحمراء، وأكيد تباعا رح مذكركم بأبرز المواعيد إن كان ببعلبك أو بباقي المهرجانات. الدورة السابعة من مهرجان الأفلام كابريولي فيلم فاستيفال مع عروض لأفلام جديدة وطبعا بالهواء الطلق مثل ما تعودنا كل سنة، السنة من 29 ل 31 أيار، العروض بتبلش الساعة 8 المساء على درج مرن أولى بالجميزة والدخول مجاني. And my heart beats so that I can hardly see. وبخبر أخير إحياء لذكرى الفنان بيير صادق، بتدعي كلية العمارة والتصميم والفنون الجميلة بجامعة سيدة الويزة بالتعاون مع مؤسسة بيير صادق إلى احتفال رفع الستارة عن نصبه التذكاري والإعلان عن الطابع البريدي الخاص بالمناسبة، بالإضافة إلى افتتاح معرضه الكاريكاتوري. الموعد الثلاثة 26 أيار الساعة 6 بعد الظهر بقاعة عصام فارس جامعة سيدة الويزة. هيك بنكون ختمنا أخبارنا الثقافية والفنية، رح نرجع كمان مرة لعند بيارات مع أحوال التراث. خلينا ناخذ فكرة كيف عم بتكون حركة السير لصباح يوم الأربعاء، والبداية من جسر سليم السام عم نشوف حركة سير ناشطة بكافة الاتجاهات. أوتوستراد الزل المسلك الغربي عم بيشهد على ازدحام وتراكم للسيارات. بننتقل إلى مثلث خلدي اللي بدوره كمان عم بيشهد على ضغط سير وفي توقف للسيارات على بعض المحاور. المؤهل جهاد أبو زكي من غرفة التحكم المروري معنا على الهاتف ليفيدنا بكافة التفاصيل، فإذا عن حركة السير لصباح اليوم. صباح الخير. صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. عن حركة السير لليوم الصباح تفضل. بدي أبدأ كالمعتاد، المداخل عم تشهد حركة كثيفة. ببدأ من المدخل الشمالي جوني باتجاه بيروت المسلك الغربي، حركة كثيفة عم تتراوح ما بين الكازينو وصولا لنفق نهر الكلب. نعم. أيضا النقاش باتجاه أنطلياس وجل الديب وصولا لنهر الموت، والدورة باتجاه الكارانتينا. بوليفار سن الفيل ناشط، الصالومي باتجاه الحايك، الحايك باتجاه سن الفيل جسر الرواطي عم يشهد حركة كثيفة. منتقل على محور شويفات كفرشيمة الحدث، أيضا عم بيشهد حركة كثيفة مع بعض التوقف. خلدي باتجاه الأنفاق المطار،
والمدينة الرياضية باتجاه جسر الكولا نفق سليم سلام، كورنيش المزرعة أيضا كثيف بالاتجاهين، والمتحف باتجاه صدقه وصولا لجسر فؤاد شهاب. نعم، هيدا الحركة الصباحية لليوم. نعم، فيما يختص بحوادث السيرية اللي تسجلت معكم من بال 24 ساعة اللي مضت. نعم، مجموعة 5 حوادث نتج عنهم 6 جرحى. نعم. جبل لبنان حادثين 3 جرحى، جنوب حادثين جريحين، لبقاء حادث جريح. الأسباب سرعة زايدة والتلهي أثناء القيادة. نعم، وقبل تفضل. نعم. بدي اشوف ايه. بتذكر قوى الامن الداخلي المواطنين عن تواصل مفارز السير في قوى الامن الداخلي ضبط مخالفات سرعه الرادار ليلا نهارا، والتي سجلت 4548 محضر مخالفه من 11/5 لغايه اليوم. نعم. وبغيت المعرفه اذا يوجد بحق اي شخص محضر بيقدر يفوت على موقع قوى الامن الداخلي الالكتروني اللي هو www.isf.gov.lb، وبتم تبليغهم بواسطه الليبون بوست المخالفات، وإذا لتصحيح العناوين يجب على المواطن أن يتصل بالليبون بوست ليصحح عنوانه إذا في كان هناك أي خطأ. نعم، شكرا لك المؤهل شهاد أبو زكي، وتحية لكل عناصر غرفة التحكم المروري. نحن رح نتوقف هلا مع تاني فاصل، ومن بعده تقرير أخبار الصباح لليوم المنوعة بتبلش، فضلكم معنا. صباح الخير. أطلق شهر أيار إشارة بدء موسم الاصطياف، ودرجات الحرارة المرتفعة يلي بشرت بصيف ملتهب تلاقت مع خطابات السيد ومواقفه التصعيدية ليكتمل الحريق على الحدود اللبنانية والخوف من امتداده إلى داخل البلدات البقاعية. وإذا كانوا اللبنانيين اعتادوا التقلب المناخي وخيارات بعض السياسيين الانتحارية لحسابات إقليمية، إلا أنه الناس ناطرين الهوى يدق الباب ونسمة باردة تخفف من انفجار العبوات الأمنية والسياسية والقضائية المزروعة. ومع ارتفاع منسوب الخطر وبين الهبات الباردة والسخنة، تاري يا هوى كذاب قصده يدعبنا. لولا فسحة الأمل لكانوا اللبنانيين استسلموا لليأس من سنوات طويلة، من 7 أيار إلى حرب تموز 2006 إلى إغراق البلد واحتكار خيار السلم والحرب، وصولا لمحاولات البعض زرع الفتنة من خلال تأجيج جولات القتال بطرابلس. إلا أن المجتمع المدني بقي صميم الأمان الرافض أنه ينجر لفتنة داخلية. وبإطار إعادة الحياة للفيحاء وإزالة الأضرار الناتجة عن تفجير أمام مسجدي التقوى والسلام، نبقى هلأ مع نشاط فني بثانوية الغرباء الرسمية للبنات. أما التفاصيل فمن تبع بها التقرير لزميلتنا مي فرحات. الناس عندهم فكره بشعه عن طرابلس من خلال القصف والدمار، ما ببينوا لنا غير صور البشعه عن طرابلس والحرب. نحن عم نحاول نخليهم يشوفوا طرابلس من خلال الفنون والمشاركات والنشاطات اللي عم نعملها والتجير وكل شيء منيح نحن بنعمله لطرابلس، ما بدنا اياهم يشوفوا الحرب. بحلم شوف مدينتي فيها امان وسلام، والعالم كثير مبسوطه فيها وناسين كل شيء هم، ومستويهم المعيشه كثير منيح كمان. رجعيني يا هوا رجعيني يا زهرة المساكين. وحدة الجمعيات الأهلية يلي أثبتت أنها قادرة تحقق أحلام السلام لأبناء طرابلس، فبعد جولات العنف المتتالية بين التبانة وجبل محسن وبعد انفجاري التقوى والسلام، لم ينكفئ المجتمع المدني في طرابلس، ولم يصب بالإحباط، ولم يتكل على تخاذل الزعامات السياسية التقليدية، بل هي نفس الجمعيات يلي نزلت إلى الميدان ورفعت شعار تقوى وسلام وقامت بأعمال إعادة الترميم تتابع انتفاضتها اليوم وتصر على بلسمة جراح أولاد طرابلس حتى تنسيهم الوجع. وبعد الانفجار اجوا التلميذ وانا كنت من ضمنهم، جينا على المدرسه، كثير كانت المدرسه تعيسه بشكل منه طبيعي، كان كثير الحمد لله هلا تحسنت وتجملت، هيك نحن بنحب الحياه، واجت رسمت لنا على الجدران عندنا بالمدرسه لوحات كثير معبره وكثير حلوه للحياه للدرس لكل هالقصص الحلوه، وهي هي رسمت على الجدران بس كسرت هيدا الجدار الحاجز يلي نحن بينات بينه وبين
بينه، صرنا من اعضاء بوزار، صرنا من منتسبين بوزار. اول شيء الانفجارات كثير اثرت علينا، حتى كان بيوتنا مدمره والمدرسه يعني احترنا بين نشيل الحجاره من المدرسه ولا من البيوت، وكان على باب العام الدراسي. بس بفضل الجمعيات الاهليه والمدنيه وحتى الاداره والمدارس والتلاميذ جينا لنشيل، قدرنا ننتقل من الانفجارات لصوره يعني مختلفة. نحلم أكيد طرابلس تكون أحلى منطقة بلبنان. من ودع زمان، من روح لزمان، تنسانا على أرض النسيان. من أول رايحين، من كل راجعين، على دار الحب ومش عارفين. إطار مشروع ترميم الأماكن والمحلات والمؤسسات يلي تضررت من الانفجارين، أقامت جمعية بوزار للثقافة والتنمية جداريات فنية بثانوية الغرب الرسمية للبنات يلي تضررت جراء الانفجار، وذلك بعد وعد قطعته على الطلاب لترميم المدرسة وتجميلها أفضل ما كانت. هيدي الثانوية هلأ حاليا تضم كل أهالي المناطق المنكوبة، التبانة والذهرية وبعل المحسن، كانت سابقا بعل المحسن. من شان هيك نحن اخترنا اليوم اللي طلع فيه الانفجار ببعل المحسن من كام شهر، وبدأنا لحتى نقول انه الألم هو زيته بالمنطقتين، الوجع هو زيته بالمنطقتين، وسميناها تواصل لنعمل المكونات كلياتها. عم ننقل نقلة نوعية من تلاميذ عايشين أجواء ما بيشوفوا إلا البارودة، وما بيشوفوا إلا الانفجارات، ما بيشوفوا إلا المسلحين بالطرقات، ما بيشوفوا إلا، عم ننقلهم من هالبيئة لبيئة تانية مختلفة تماما. عذبات المدينة خلق الفنانين خالد الدور وفيصل الكردي يلي قاموا برسم الجداريات، والهدف تعزيز صورة طرابلس باعتبارها مدينة حضرية وأولاد أولاد علم ومعرفة. ختيار أنا رسمته كان بالأسود الأبيض، يعني البدلة على الماضي، بيحكي قصة لتلميذة هي مرسومة برا، كمان شغل أنا بشتغل فيسز أكثر، يعني رسالة ما تعطي فرحة على وجه التلميذ، يعني أكثر ما أنه تحسسهم باكتئاب. يعني لوحة بتعبر عن الجانب، إذا بتلاحظي اللي جاي أسود وأبيض للشارع اللي هو بيعبر عن خلفية المنطقة، والجانب اللي بيجي ملون بيعبر عن الألوان اللي هي العلم. وحبينا نحط الأحرف بالأجنبي والجوة بالعربي للزغرفة العربية للدمج بين الفرانكوفوني والعربي. العوينات أنه اللي عم بيعكس الجانب الملون اللي هو نور العلم عليها. طرابلس تبدلت، قويت واستطاعت أن تنتصر على انكسارها، وباتت بكل مرة تتعرض لهجوم يشوه صورتها تنتفض لترد بقوة أكبر، وذلك بالفن والألم. رجعين يا ماما رجعين، يا زهرة المساكين. منتابع حلقتنا بهدف تشجيع المواهب اللبنانية والإضاءة على المبدعين، وبخطوة لافتة من بلدية جبال تم خلال مؤتمر صحفي أقيم بقاعة المركز الثقافي البلدي بالسوق الأثري إطلاق 5 جوائز ثقافية سنوية حملت اسم مدينة بيبلوس، والفكرة للكاتب ألكسندر نجار. تفاصيل بهالتقرير. مدينة جبال اللي ارتبط اسمها وتاريخها بالحضارة والثقافة، كونها أصدرت الحرف إلى العالم وأسهمت بحوار الثقافات، عم بتساهم اليوم بتعزيز الفن والثقافة، إذ أنه ارتبط اسمها مرة جديدة بجائزة مدينة بيبلوس أو بخي دو لافيل بيبلوس، اللي بتقدم 5 جوائز ثقافية سنوية بالمجالات التالية: جائزة مدينة بيبلوس لأفضل عمل حول الحضارة الفينيقية، أفضل عمل فني حول تراث المدينة بقضاء جبال، أفضل نشاط ثقافي ضمن نطاق قضاء جبال للأدب والموسيقى، جائزة مدينة بيبلوس لأفضل عمل حول الحضارة الفينيقية، وذلك بفكرة من الأديب والكاتب ألكسندر نجار ورئيس بلدية جبال زياد حواد.
ما قلنا انه دور البلدية ما بيقتصر بس على العمل المائي والاقتصادي والسياحي، البلدية لها دور واجب كتير كبير هو تنمية الثقافة وانتشار الثقافة في أكثر مساحة ممكنة. هيدا كان حافز أساسي لإطلاق هيدي الجائزة، لأنه بتعني المواطن ببيته، بتعني كل فرد يصير يعشق الثقافة، يدرس أكثر، يتعلم أكثر، تيطلع بارع ويظهر إلى الرأي العام وإلى المجتمع. في ويب سايت انفتح وبيقدروا يقدموا ترشيحاتهم حسب الكاتيجوري اللي هن بيعتبروا انه عندهم بيقدروا يقدموا عليها، وبيقدروا كمان يبعثوا على بلدية جبال ترشيحهم، وفي لجان تحكيم لكل جائزة. هاللجنة بدها تنظر بالترشيحات وبتقدر هي كمان عفويا يعني تعمل الترشيح من عندها لتختار الأفضل، ويصير كل سنة حفل بيعطوا في الجوائز. بقلب المدينة وبقلب شوارع جبال التاريخية تم عقد مؤتمر صحافي للإعلان عن جائزة مدينة بيبلوس، اللي بتهدف أولا وأخيرا لتعزيز الحضارة الفينيقية والأهم لتشجيع المواهب اللبنانية من كل الأعمار، فتح الأبواب لهم ومواكبة أعمالهم وإبداعهم. هتكون هالجائزة يلي هي من وحي جبال، من وحي أكيد أول شيء منشوفه هو الأحرف الفينيقية، ولكن هي هالدائرة يلي هي كمان فيها شمس، فيها نور فينا نسميها نور المعرفة يلي انتشرت مع انتشار الأحرف الفينيقية، وفيها عدسة العين. الدعم الكامل لوزارة الثقافة نظراً لإمكانياتها الضئيلة اللي عم تعجز إنها تتحمل وحدة شؤون اللبنانيين الفنانين والمثقفين منهم، عم تلعب البلديات دور كتير مهم للمساعدة، وبالأخص بلدية جبال برئيسها وأبنائها اللي عم بنشطوا المدينة وعم يسعوا دائماً لتطوير المجتمع. أما هلأ فرح نتعرف على شاب هاوي تصوير فوتوغرافي وصل من هنغاريا لأستراليا. مين عم بيصور وتفاصيل بها التقرير؟ جوليس كرانز مصور فوتوغرافي، هو من القلائل بأستراليا اللي ما زالوا لحد اليوم بيدخلوا إلى المطاعم وبيسألوا الزبائن إذا بيحبوا ياخدوا صورة، فاليوم كل شخص معه هاتف ذكي وهو أوتوماتيكيا أصبح معه كاميرا. جوليوس وصل إلى أستراليا من هنغاريا، هاوي تصوير كل حياته. بيحكي عن أيام الأفلام بالكاميرا وجودتها العالية ونتيجتها الممتازة. اليوم حسب قوله الصورة صارت مختلفة عن الحقيقة، لكن هو ما استسلم، تحول إلى الرقمي وبعده بيسأل تاخدوا صورة؟ قبل البريك لقطة اليوم، من بعد البريك زميلتنا مريم الحاج وأصدار جديد للكتب. She doesn't want to. No, you can't kiss me. Just listen. Kiss. Denied.
I love you. I just stole a kiss. What do you want to do about it? No. وبننتقل هلا لعند زميلتنا مريم الحاج لنطلع معها على اصدار جديد بالروايات. مريم صباح الخير. صباح النور. صباح الخير، عم تسمعينا؟ ايه كثير منيح. هلا عم سمعكم كثير منيح. شو محضرتي لنا لليوم؟ اليوم كاتب بالنسبه لي انا هيدا اكثر كاتب بحبه، ميلان كونديرا. اذا سنه 2014 اصدر ميلان كونديرا الكاتب التشيكي الشهير اخر روايه له بعنوان لافيت دو لانسينيفيونس او حفله التفاهه، وكنا حكينا عن هالروايه بالتفصيل. اليوم رح نرجع لاول روايه اصدرها كونديرا وكانت بالعام 1965 بعنوان المزحه، وسبب اختياري لهالروايه اليوم هو انها صدرت حديثا مترجمه الى اللغه العربيه عن المركز الثقافي العربي ببيروت، وانجز الترجمه خالد بالقاسم. هالرواية هي من دون شك إحدى أشهر روايات كونديرا. المزحة هي رواية تعود إلى حقبة النظام الشمولي الديكتاتوري بأوروبا الشرقية وبالتحديد بتشيكيا البلد الأصلي للكاتب. بطل الرواية هو لودفيك، ومزحة عابرة منه بتبدل مصائر أربع أشخاص وبتغير لهم حياتهم. رسالة من سطرين كتبها لودفيك الحزبي الشيوعي بدافع المزحة إلى زميلته ماركيتا، وكتب فيها الجملة التالية: التفاؤل أفيون الشعوب، العقل السليم يعفنه الغباء، عاش تروتسكي. اتخذت هالجملة حجة ضده على أنه خائن للحزب، عدو للاشتراكية، متهكم من تفاؤلها وحلمها الثوري. قبض على لودفيك بتهمة خيانة الحزب والتهكم عليه، وهو حاول الدفاع عن نفسه على أنه الأمر كان على سبيل المزاح. إذن بأسلوب تهكمي ساخر بيكشف كونديرا بروايته عن مجتمعه التشيكي بزمن حكمته إيديولوجيات هي من تبعات الحكم الستاليني الصارم. المزحة رواية بتتهكم من جدية الأنظمة والأحزاب والأفكار بظل عالم عبثي منه إلا مجرد مزحة عابرة. مثل بمعظم روايات كونديرا، أحداث الرواية مجبولة بالخفة والتفاهة والضحك والمزاح، فالكاتب التشيكي اختار أنه يعبر عن الموضوعات الأكثر جدية بالأساليب الأكثر هزلية، بدءا من روايته المزحة إلى خفة الكائن التي لا تحتمل إلى الضحك والنسيان والجهل، وأخيرا حفلة التفاهة. اليوم مزحة صار فينا نقرأها باللغة العربية إلى جانب حفلة التفاهة يلي كمان صدرت بنفس الوقت مترجمة إلى اللغة العربية عن المركز الثقافي العربي. نعم مريم، ليش اختار كونديرا مثل ما قلت أنه يعبر عن أكثر مواضيع جدية بأسلوب أدبي فكاهي هزلي؟ يعني
شو اللي بيدفعه لهالخيار؟ نعم، جويل مع أنه كونديرا تعمق بالسياسي والفكر والفلسفي، مع أنه اختبر الحياة الحزبية الجدية مع الشيوعيين ببراغ عام 1948، ولكن ارتأى أنه تكون الخفة والفكاهة عنوان كتاباته، على عكس أبناء جيله من الأدباء، وعلى خلاف ما كان سائد بأدب النصف الثاني من القرن العشرين. ما كان كونديرا مقتنع بأنه الرواية هي وسيلة لحتى يمرر الكاتب من خلالها أفكار عظيمة بيعتقد فيها، إنما بحث عن أدب بيقدم خلطة مثالية بين المعنى الجاد والأسلوب المسلي. وبالفعل طغى هالمزاج التهكمي على غالبية ما قدمه كونديرا من كتب وروايات، وطبعا حقق كونديرا نجاح هائل من خلال هالأسلوب يلي اعتمده. نعم. إذن كان أسلوب جدا ناجح. نعم. مريم، من خلال أحداث الرواية فينا نستنتج أنه الرواية هي انتقاد للحزب الشيوعي وأفكاره، ولكن بقالب فكاهي بس بين هلالين. يعني هو بنعرف أنه نفى من تشيكي، أصلا هو بيعتبر حاله فرنسي مش صحيح. تشيكي صحيح. وهالشي هو حال دون أنه ينال بجائزة نوبل للأداب. هيدا سؤال صحيح. إضافي صحيح بيارات، مثل ما بنعرف نحن، وكمان بدا يكتب بعدين بالفرنسيه. يعني هالقد تخلى عن تشيكيتو وعن حتى عن اللغه التشيكيه. صح. هالقد اذا جوابا على سؤالك بيارات، احداث الروايه كلها خلقت من مزحه كتبها الحزب الشيوعي لودفيك على ورقه لا صديقه بتبالغ بجديتها وحزبيتها. النظام بتشيكوسلوفاكيا بوقتها مثل بكل الانظمه الدكتاتوريه بالعالم ما كان يتحمل فكره الضحك او الفكاهه. اذا نعم، الروايه هي انتقاد للعقل الشيوعي الاشتراكي من ناحيه الصرامه والجديه المفرطه، وهذا هو الموضوع يلي كان يسعى كونديرا دائما الى انتقاده برواياته. كمان الروايه بتنتقد ذهنيه الحزب يلي بتقدم الجماعه على الفرد وبتلغي شخصيته وحريته، تماما مثل ما حصل مع كونديرا نفسه يلي طرد مرتين من الحزب الشيوعي بتهمه ابراز فردانيته. اما عن سؤالك بيارات بالنسبه لجائزه نوبل، طبعا الجائزه نوعا ما مسيسه، ونعم يمكن هالتخلي عن تشيكيتو وانه يرجع الى اكثر الى فرنسا ويعتبر نفسه فرنسي اكثر اكيد بيكون اثر على عدم حصوله على جائزه نوبل للاداب اكيد. نعم. شكرا لك مريم، وانا بشكركم، بنشوفك كل جمعه. ونحن من الكتب رح ننتقل الى الطب مع ضيفنا لليوم دكتور سليم ابلان، اختصاصي امراض كلى وضغط دم. اهلا وسهلا فيك دكتور. وشرفتنا بأخبار صباح. رح نحكي معك عن موضوع كتير أساسي ما إنه جديد أبدا، ضغط الدم وتفاعلاته على الناس بالمجتمع. بالبداية، هل برأيك في وعي كافي عند الناس رغم حملات التوعية عن ضغط الدم وأعراضه؟ لبنان مش كتير في عنا توعية. قبل من 6-7 سنين أو 10 سنين كنا يمكن الجمعيات العلمية كانت تقوم بأكثر activities أو تطلع على محطات التلفزيونية أو الأويرنس اللي كنا نعملها أكثر بطريقة نمرق على السوبر ماركت نعمل أشياء كانوا يساعدونا خصوصا هالجمعيات. ليش خفت هالحملات دكتور؟ ما بعرف، يمكن هلأ بالأحوال شوي الناس ضيقت ملهية العالم غير ملهية العالم بغير مواضيع. بدي أذكر أنه ب 17 أيار هذا الشهر كان اليوم العالمي، اليوم العالمي الأمراض ارتفاع ضغط الدم World Hypertension Day. وبقى في نشاطات كتيرة رح تندرج بإطار مزبوط، وكان موضوعه التوعية Awareness، وهذا معك حق. يعني إن اليوم نحكي نحن على الأويرنس، خصوصا إنه لقوا إنه WHO لقيت إنه منظمة الصحة العالمية، منظمة الصحة العالمية لقيت إنه 1 بليون من العالم بسكان العالم عندهم ارتفاع بضغط الدم، ومنهم 3/4 بالمينا أريا، يعني ميدل إيست أند نورث أفريكا، تلتين مش قليل يعني. طب شو السبب دكتور؟ طبيعة الأكل يلي مناكله، طريقة العيش، مزبوط. ما منمارس رياضة كفاية، ما بعرف شو الأسباب. كل هول اللي قلتيهم كل هول اللي قلتيهم مع أكيد ما في توعية، ما في دائما طبيعة الأكل، عدم ممارسة الرياضة، الدخان بيدخنوا كتير، أكل الملح،
يعني هلا في عم يحكوا انه سنة 2025 رح يجربوا ينزلوا الملح بالمعلبات تقريبا 30% ببلادنا عالم عم يعملوا شو الطريقة تو كونسيرف هيدي الملح اللي بنسميه السم الابيض. ايه السم الابيض خصوصا مثل ما انت عم تقولي الضغط هو المرض الصامت القاتل. يعني ما بيبقى صامت لانه 7-10% بس عندهم عوارض من الالم بالراس وهالشيء وبيتعمل عوارض كتير يعني بتاثر لامراض كبيره منها انه بتوصل لستروك مرض امراض الدماغ جلطه الجلطه الدماغيه وبعدين الموت الدماغي لامراض القلب والشرايين الذبحه بعدين مع كسور في وظيفه القلب بيوصل لكمان لامراض الكلي والتوقف الوظيفة يعني ممكن يعني عنده تداعيات كتيرة وبأثر على مناطق كتير أساسية بجسم الإنسان. بس دكتور قبل ما نحكي عن تداعياته والنتيجة اللي معقول يوصل لها مرضى الضغط خلينا نحكي شوي عن العوارض. كيف الواحد بيعرف أنه عنده ضغط دم وأي أعمار بتصيب؟ هلأ بتصيب أكتر لقوا أنه 4 من 10% من الناس اللي عمرهم 25 وطلوع 4 من 10 عندهم ارتفاع بضغط الدم يلي اللي عمره 25 وطلوع هذا اخر احصائيات تبع اللي هلا عملت الورلد هايبرتنشن دي. بس انا بدي انصح انه نقول انه حتى من الانفنت والادوليسنس يعني من العمر 13-14 وطلوع يعني على مرضى على الأطباء الأطفال إنه من وقت صغير 13-14 سنة ويفوتوا على المدارس ويشوفوا نحن بالزمانات فتنا عملناها وأخذنا 6-7 مدارس ببيروت وبالشمال وبالجنوب يعملوا زيارة طبية يعني مزبوط ونلاقي بهالعمر هذا إيج جروب كان في أوبيزيتي كان اللايف ستايل تبعهم كتير غريب بالنسبة اللي حكيناهم إنه يعني ناصح ما عم يعمل إكزرسايز بياكل شو مكان ما في نظام بالأكل ولقينا أنه عندهم ارتفاع بضغط الدم يعني ومن دون ما يعرفوا لأنه العوارض ما مبينة لأنه عوارض بس 7-10% بيعمل ألم في وجع الرأس هيدا هي العارض الأبرز لحتى بس هيدا هو العارض الأبرز ما فيها شيء يعني مش حيالله حدا دكتور وجع رأسه عنده ضغط دم بس كيف بيعرف أنه ممكن يكون عنده يعني بصير الوجع مكرر الوجع بمنطقة معينة لا ما هون التوعية إنه زيارة دورية عند الطبيب يمكن نراقب ضغطنا أهم هلأ نحن عم نحكي إنه بالمؤتمرات اللي عم نحضرها برا ولأننا عم نحكيها هون بلبنان إنه يكون أنا بكل من المرضاية بقول لهم لازم يكون عندهم آلة ضغط في البيت عم نشدد عليها هيدي لأنه هو يمكن يروح على قديش رح يروح عند الحكيم صح يمكن مرة بالسنة أو مرة كل سنتين في ناس ما بيروحوا أو ما بيروحوا بيروحوا على الصيدلية وحتى إذا أعطيناهم أدوية إذا تحس ما بيخدون إذا بدكم نحكوا فيها بعدين ولكن إنه يكون عنده آلة ضغط في البيت كتير مهم آلة الضغط في البيت وياخد كل 4-5 أيام كل جمعة آلة ضغط هلأ من 25 وطلوع من 18 وطلوع مهم كتير حتى عند السيدة الحامل دكتور يعني بنعرف قديش ارتفاع ضغط الدم أثر الحمل بس ممكن يعرضها كمان للخطر والجنين للخطر مزبوط هلأ يمكن يكون عندها ضغط وما عارفة حبلة عندها مشكلة يمكن يكون الحبل سببه صح. عمل ارتفاع بضغط الدم إكلامس وبري إكلامس والأشياء هيدي يلي بتتعالج يعني بس انه بدها تكون اوير هي كمان انه عندها واعية انه هي انه نعم في شيء اسمه انه في احتمال انه بسبب الحمل يرتفع هذا واكيد الاطباء هون شاطرين يعني اذا راحت عند طبيبها واذا راحت بطريقه انه رح ياخذ ضغطها رح يعرف انه والله عندها ضغط عندها ارتفاع بزلال الدم عندها قلب مضخم والاشياء هيدي لازم تنعمل نعم دكتور شو الطريقه لمعالجه ضغط الدم كمريض يعني المريض شو بيقدر يعمل غير عمل الأطباء المريض شو مريض ضغط الدم شو بيقدر يعمل لا ما بعرف إذا بيعالج أو بيرجلج ضغط الدم بجسمه هلأ يبلش هو من يتعود على طريقة تنظيم حياته يعني مثلا يعمل يمشي نص ساعة بالأسبوع 20 كيلومتر يعني تقريبا بيكون كتير منيح
إذا بيروح الموظف على شغله مشي، إذا بيعمل هيدي منيحة يطلع يعني على الدرج يطلع على الدرج يمشي كتير بعرفني، هيدي كتير مهمة. احنا حسبت انه اذا بيمشي نص ساعة خمسة لست ايام بالاسبوع هو اللي بيمشيهم عشان اناف انه ينزل ضغطه 5 لـ 7 ملليمتر مركوري. شوفت شو مهم. يلي بارابليجيك يلي ما بيقدر يسبح، نحن في مرة صرنا نروح نقول لهم يعني هو اللي انه ما بيقدر هو يمشي او شيء، السباحة بتنزل 3 لـ 4 ملليمتر مركوري مهم، يعني يمكن يكون هذا بارابليجيك وعنده ضغط. اثنين تخفيف الملح، يعني يلي هو 4 جرامات ملح بالنهار it's more than enough، بكفي كتير. خصوصا يعني تبلش نحن نقول لشو بدنا نحط، مثل ما عم تقول لحضرتك انه والله كل شيء شوجر والسكر وهذا السم الابيض اللي يسميه، يعني عنده مشاكل السكر وكذا. ايه يعني هلا ارتفاع ضغط الدم هو السكند كوز، يعني تاني سبب لقصور الكلوي هو الضغط. للمرض القصور الكلوي السكري بعدين الضغط، شوفي شو مهم بالحياة. يعني مثل ما عم نقول انه الوضع ابدا، فاذا الاكسرسايز دخان يروح يعمل فحوصات ولو مره بالسنه، برا عم يعمل كل 6 شهور مرة بالسنة. عظيم، يعني بيعمل بيقول والله أنا عندي هاي كوليسترول، عندي كوليسترول عالي، عندي تريجليسيريد عالي، عندي الكرياتينين. ما بيعرفوا بعض الناس بعد ما بيعرف يطلبوا، أنا بشدد عليها نحن لأنه أنا حكيم كلي، إنه والله نطلب هالباراميتر هذا هو الكرياتينين إنه بالدم قبل ما يعمل حيلا صورة نلاقيه نحن بنشوفها بالمستشفيات يكون عم ياخذ يعني سكان، بده يعمل سكان أو وات إيفر، بتلاقي الكرياتينين عالي بب عنده مشكله بالكلي وهو مجرا. يعني دائما نحن دكتور قديش العالم واعيه على كيفيه ضبط معدلات ضغط الدم؟ هلا مثل انت عم تعمل اليوم مثل ما انتو منيح يعني على بالميديا مهمه وهذا انا برايي مش واعيه كفايه خصوصا ببلادنا. ما بعرف لبنان هلا انا بحط بقول في تقصير منا ومن الجمعيات. مثل ما حكيت قبل كنا أكثر نعمل دورات نشاط. عم ينعمل نشاطات بس مش كفاية، يعني بعد بدي لازم يعرف هالشخص انه والله في شيء اسمه ناخذ ضغطنا في انه مش بس انه واحد بس وجعني راسي انا وعندي عوارض، ما هذا المشكلة انه بدي عندي ارتفاع ضغط، لا يمكن يكون ما عنده مشاكل، يا ما في ناس ما عنده وجع راس عم ياخذ ضغطه انه وي والله عم ياخذ ضغطه بالصدفه لا انه ضغطه مرتفع، ركض عند الحكيم عملنا له فحوصات لانه بوف كل شيء خربان عنده. هيدي مهمه كثير، قديش بتخفف من المشاكل الكبرى اللي عددناها، الدماغ، القلب، الكلاوي، النظر، كل شيء. دكتور ليش في ناس عندها ضغط دم وبتاخذ الادويه تبعها بشكل منتظم ومع هيدا وكله بضل ضغطها يلعب بيقولوا؟ لازم يمشي على الاشياء اللي نحن حكيناها قبل. اوكي. هذه مهمه كثير، اسمها لايف ستايل موديفيكيشنز. ملح، الاكسرسايز، ستوب سموكينج، شويه الكحول درينكينج، هالاشياء هيدي. اثنين انه بده ياخذ دواء وياخذه بطريقه منتظمه وياخذه مزبوط. هلا يمكن انا بعرف في امراض في مرضى بتلاقي دواء يمكن ما بيسقبهم، دواء اخر ممكن بيروح عند الحكيم وبده يكون اخصائي، هلا كل الناس عم تحكم ضغط، هذا منيح. بس كمان انه يروح عند اخصائي بالضغط ويعرف يعطيه العلاج المناسب. وهلا اذا مش كافي بده يطلع معه، لانه لازم نوصل الضغط لاقل من 140 على 90. 140 على 90 كل المؤسسات العالميه هلا الانترناشونال سوسايتي الامريكان يعني يوروب امريكا استراليا وبريتش بس هيدا حسب الفئه العمريه دكتور، لانه نعم؟ كل فئه عمريه عندها ضغط معين. مزبوط. يعني الطفل ضغطه غير السيده غير سبقتي مزبوط، يلي من 80 وطالع بنقبل نحن 150 على 90. مزبوط، نحن عم نحكي 18-75 هال الافرج يعني هذا بده يكون يعني عم نحكي بشكل عام، نحن هيك لازم يكون هذا ضغط. فاذا بده ينتبه كمان للسكري، اذا لازم تجيب معك آلة لضغط لفحص الضغط. هلا بتعرف كنا اخذنا ضغط على الهواء لنشوف شو الوضع يعني.
دكتور، في أي حملات توعية؟ يعني أنتم هلأ بصدد العمل على حملة توعية جديدة، أكيد هلأ وسائل الإعلام عم تدعم، وأكيد عم يكون في عندكم ظهورات على وسائل. متشكر إنه هالشيء. اثنين، إنه لازم كل الناس يقوموا بهالتوعية ويبلش حكيم الأطفال ياخد الضغط من هو يتعود ياخد ضغط، مش إنه هذا الطفل ما ناخد ضغط. عند الكبار ياخد الضغط، كله معرض بالبيت يكون في قلة ضغط. إذا عملت هيدي وإذا صار في هالتوعية الكافية من الجمعيات العلمية اللي نحن تابعين لها، من حضرتكم من الميديا، من المدارس في بعض المدارس بياخدوا الضغط. مش يمكن هيدا الشيء لازم يتعمم على جميع. دكتور، في ناس بعد ما نام انه بعد المدارس وقفت انه البيبسي كولا والمشروبات الغازيه وعم تعطي الاورنج جوس والاشياء هيدي والمي مثلا، هيدي كثير منيح. بلشوا ما بعرف اذا بعدهم مكملين. قلت لك نحن كنا اكثر اقوى يمكن من قبل، هلا هيك بحس انا على القليل بنحس حالنا شوي. لابس برسلي انت لتطعم الابزيجي بما انه هيدا الورد هايبرتنشن داي. أنا خصوصاً اليوم لبستها مشان أفرجيكم عليها، إنه هذه التوعية لازم تكون عند كل الناس. لازم. نحن مع جهودكم دكتور أكيد بنتأمل إنه يصير في توعية أكثر بالمجتمع، على أمل إنه نوصل لنسبة منخفضة من مرضى ضغط الدم. نشكر حضورك معنا دكتور سليم أبلين، اختصاصي أمراض كلى وضغط دم، يعطيكم ألف عافية. شكراً. الله يعافيك. بريك، نرجع نتابع أخبار الصباح. وبتنضم لنا هلا باستوديو اروى طرابلسي مديره ريفن سمر كامب. صباح الخير اروى. صباح الخير. واهلا وسهلا فيك معنا باستوديو اخبار الصباح. بدنا نحكي عن هالسمر كامب يلي رح بيتم هلا خلال صيفيه 2015، وهو بالتعاون مع نادي الرياضي والاي اس اي ادفانسد سوكر اكاديمي. تفضلي. نحن مبدئيا هاي اول سنه بنعمل هيدا السمر كامب، عم نتعاون مع نادي الرياضي، اكيد نادي معروف كثير ببيروت بلبنان والاي اس اي هي الساكر اكاديمي اللي كمان موجوده لها 7 سنين وصار عندها كثير اكستنشنز بكل الريجنز. سو نحن بيسكلي حنبلش بجون 22، بس المبدا تبعنا هو سبورتس كامب اكثر ما انه اني اذر كامب اللي عم يعملوها هلا بالمنطقه. واللي احنا الشيء اللي بيميزنا عن غيرنا انه عم بيكون عنا education at the same time، يعني نحن الولد عم بيروح عنده choice يعمل summer revisional work، يعني اللي بدهم مساعده بالصيفيه كرمال الدروس فينا نقدم لهم هيدا التشويس، وبلس عندهم سبورتس اللي نحن هلا كنا سبيشلايزد فيها لانه عندنا بروفيشنال كوتشز عم يعطوا هيدا الشيء. اللي هو بس فوتبول أرمى؟ لا، حيكون عندنا كل السبورتس الموجودين. سو بيسكلي عندنا باسكتبول، عندنا ساكر، عنا تنس، تيبل تنس، وبلس عنا صفوف جيمناستكس وفتنس، وحندخل ايفنتس مثل زومبا وهول الصفوف اللي حيكونوا فور فان ات ذا سيم تايم. بس هدول كلهم عم ينعطوا مع كوتشز مش مع المونيتورز، سو بيسكلي عم بياخذوا فول لسن من هيدي السبور اللي عم يعملوها، وبلس عم ياخذوا ذا فان اكتيفيتيز اللي بتجي بعدين اللي هي مثل انفليتابل سوب سوكر، عندنا مثلا ووتر فان، عندنا اندور سنتر وين بنعمل ارتس وكرافتس وكوكينج. قد ايه رح يستمر الكامب؟ يعني من ايمتى لايمتى؟ حنكون 8 اسابيع، من جون 22 لنص أغسطس. أوكي، وخلال هيدي الفترة مين هن الأشخاص المخولين يفوتوا؟ يعني في عندك رياضات بتستلزم عمر معين وطلوع، يعني ما فيهم يشاركوا فيها الأطفال مثلا. هلأ نحن اللي بميزنا أنه عم ناخد من 4 لفوق، يعني 14-15، لأنه الجروب الصغار عم بيكون عندهم فيكست سكادجول واللي هي مور فور فان، يعني الكوتشز عم بيعطون بس عم يعطون فور ذا سيك انه يتسلوا اكثر ما انه عم ياخذوا يصيروا محترفين. اكزاكتلي. سو عندنا هيدا تشويس، وللي بيجوا فوق الاعمار فوق 7 سنين كمان عندهم هيدا الشيء، بس هدول عم بيكونوا عم ياخذوها اكثر
for the real sports event يعني أكثر ما أنه عم يلعبوا وعم يشوطوا باسكت يعني. وين رح بيكون الكامب أروى؟ نحن حنكون بالفاسيليتي كلها تبعت نادي الرياضة يعني all over نادي الرياضة ومعنا outings لبرا يعني بقلب الرياضة كل الوقت. ديجا فتحتوا باب الطلب؟ ايه بلشنا تقديمات والابلكيشن موجوده اونلاين بيقدروا يلعبوها وبينزلوا لتحت وبيسلمونا. طيب قديش برايك المنطقه بحاجه لهيك نوع من المخيمات الرياضيه التثقيفيه بنفس الوقت؟ وانا انه نحن بنعتقد لما بلشنا هذا السامر كامب نحن بلشنا من هاي الفكره لانه ما في ولا كامب عم بيعطي بهيدا المبدا يعني سبورتس مثل ما هي لازم تنعطى مع الرولز تبعولها مع كوتشز بروفيشنال عم بيعطوا كل الرولز كيف يلعبوا وكيف لازم ينلعب ومش بس مونيتورز عم بيخلوا الاولاد تو شوت باسكتبول او تو شوت سوكر يعني عم بيعطوهم كل الستبس وكل الايدياز لهن عن جد يعرفوا كيف تنلعب هيدي اللعبه وات ذا سيم تايم بقواعدها يعني الرسميه مثل ما بيقولوا. مظبوط. لكن الانطلاق ب 22 حزيران النشاطات كلها رح بتكون بنادي الرياضه 22 حزيران بكون مدارس بعد ما خلصوا صح. او يمكن بنفس النهار اللي بخلصوا فيها المدارس يعني في مدرسه او مدرسين بخلصوا بهيدا الوقت سو نحن بلشنا بكير لانه مدارس المنطقه الرابعه صح صح وبلشنا بكير كمان لانه مثل ما بتعرفوا انه رمضان بكير والولاد بيكونوا انه اللي خلصوا مدرسه بيكون عندهم شويه فتره انه يبلشوا فيها للكامب وبنكفي مثل يعني لبعد نص اغسطس مثل كل كنتوا يمكن استقطبتوا اولاد اكثر لو ما حطيتوا التشويس تبع المدرسه والدرس لا هو هيدا اوبشنال صراحه كمان سهلين يلي بده يلي ما بده مش ضروري بعدين ما حدا بده رح يكون اروى نحن بنعرف انه كمان تعاون مع النادي الرياضي رح بيكون في نشاطات تانية رح يتوسع أكثر نطاق نادي الرياضي ليشمل كل شيء خاصه بالرياضة حتى بالأمور الصحية الغذائية يا ريت عنا وقت نحكي أكثر بس إنه بركي بمقابلة تانية بنحكي بتفاصيل هالنشاط نحن بنشكر حضورك معنا نتمنى لكم موسم موفق وصيفية حلوة تتسلوا فيها أنتم كل اللي رح يشتركوا أهلا وسهلا فيك شكرا نحن بنختم هلا كمان ما رح نبعد عن أجواء الرياضية مع تقريرنا الرياضي بكرة حلقة جديدة من أخبار صباح بتمام الساعة 7:30 كونوا على الموعد باي, باي. توج نادي طرابلس بطلا لكأس لبنان على حساب نادي النجمي بعد فوزه عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية اللي جمعت الفريقين على ملعب الرئيس الشهيد رفيق الحريري في صيدا وسط حضور جماهيري كبير. بداية المباراة كانت حذرة من قبل الطرفين وحاول طرابلس الاعتماد على المرتدات وعلى مهارات نجمه الغاني ماكل هيلكبي لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين. الفرصة الأخطر في الشوط الأول كانت للنجمي عن طريق المدافع قاسم الزين اللي ارتطمت رأسيته بعرضة مرمى الحارس عبد الطافح وفي الدقيقة 59 وعن طريق الغاني مايكل هيلينغبي سجل طرابلس الهدف الأول له بعد تسديدة صاروخية بالقدم اليسرى سكنت مرمى الحارس أحمد تكتوك. هدف طرابلس جعل لاعبين النجم يندفعون إلى الهجوم بقوة من أجل العودة في المباراة لكن التشتت الدفاعي للفريق النبيذي سنح الفرصة لنادي طرابلس لتسجيل الهدف الثاني القاتل يلي قتل أحلام النجمويين في التتويج بلقب كأس لبنان رغم هدف اللاعب محمد سبليني المتأخر بداية الأخيرة من عمر المباراة. وبهالإنجاز وصل نادي طرابلس لأول مرة بتاريخه إلى بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. بعض المتعصبين من جماهير ريال مدريد بالتجمع قرب مطار العاصمة من أجل الاعتداء على الجماهير الكتالونية العائدة بعد إحراز برشلونة لقب الدوري الإسباني في مباراة أتلتيكو مدريد في الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري الإسباني. وتظهر لقطات بثت على موقع التواصل الاجتماعي جماهير ريال مدريد وهي تعتدي على جمهور البرشا داخل المطار وعلى الباص الخاص بلاعبي برشلونة. عين الاتحاد الاوروبي لكره القدم الحكم التركي جانيت شاكير لاداره نهائي دوري ابطال اوروبا بين جوفنتوس الايطالي وبرشلونه الاسباني يوم السبت في 6 حزيران المقبل في العاصمه الالمانيه برلين. عين الاتحاد الاوروبي الانجليزي مارتن اتكنسون لاداره مباراه نهائي الدوري الاوروبي بين اشبيليا الاسباني وديمبيرو الاوكراني.
وصل مدرب بروسيا الألماني كلوب إلى تركيا للتفاوض مع نادي فينربخشا يلي راح يتولى تدريبه اعتبارا من الموسم المقبل، مع العلم بأنه كلوب راح يساعد مع فريقه لخوض مباراة حاسمة يوم السبت أمام بريمن قبل خوض نهائي كأس ألمانيا الأسبوع المقبل. أشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية إلى أن قائد نادي برشلونة الكتالوني تشافي هرنانديز سيعلن عن خروجه من الكامب نو يوم الخميس خلال حفل سيقيم له النادي الكتالوني، وسيغادر لاعب الكتالوني الكامب نو متوجها إلى قطر، علما بأنه برشلونة لديه 3 مباريات متبقية في الموسم الجاري، سيكون أول نهاية الأسبوع الجاري في نهائي كأس الملك، يتبع مباراة في الدوري الإسباني ومباراة نهائي دوري أبطال أوروبا في 6 حزيران المقبل. قاد لويس إنريكي مدرب برشلونة فريقه لإحراز لقبه الأول هالموسم بتتويجه لقب الدوري الإسباني متفوقا على ريال مدريد. وكشفت صحيفة أس الإسبانية أنه إنريكي بعده بانتظار الإدارة الكتالونية لفتح مفاوضات معه من أجل تجديد عقده، علما بأنه يتمنى البقاء على رأس الجهاز الفني لبرشلونة. أشار المدير الفني لنادي تشيلسي جوزيه مورينيو إلى أنه لا يمكن أن يقف في وجه خروج حارس مرمى الفريق بيتر تشيك من ستانفورد بريدج والانضمام إلى نادي أرسنال، وأضاف أنه لو كان الأمر بإيده لما تخلى عنه. واعترف مورينيو كمان بأنه أخطأ بحق لاعب المدافع جون تيري بأنه بيت غير قادر على اللعب مجددا ولن يعود لمستوى الطبيعي، مشيرا إلى أنه اللاعب ما زال يقدم مستويات رائعة حتى بعد بلوغه عامه 34. قرر لاعب ليفربول رحيم ستيرلينج انه يترك الفريق بعد ما اجرى محادثات مع ادارة الفريق المغادرة، ولكن ستيرلينج مستعد للتفاوض مع ادارة الفريق لاقناعه ويبقى بالفريق الاحمر.